نحن مذنبون. منا من هو قاطع للصلاة، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. منا من هو آكل لأموال اليتامى والمساكين، منا من هو ظالم، منا من هو ربما يسرق ويقع في أمور من المعاصي والذنوب. نحن بحاجة إلى التوبة إلى الله من الذنوب، لأن سبب الشر وزوال الأمم ودمار الدول الذنوب، الذنوب. فنحتاج إلى توبة إلى الله. قال الله عن آدم عليه السلام، مخبرا عن آدم عليه السلام عندما أذنب تاب إلى الله ورفع أكف الضراعة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا لم يكن هناك رحمة وهناك توبة إلى الله وهناك رجوع إلى الله فإنما تزداد الفتن. فالتوبة التوبة إلى الله. نحتاج إلى توبة من ذنوبنا، نحتاج إلى توبة من معاصينا. فإذا تبنا إلى الله نرجو أن يفرج الله الكروب، وأن لو استقاموا على الطريق حين أسقيناهم ماء غدقا. نسأل الله العلي القدير أن يفرج عنا الكرب والمحن. اللهم أزل الكرب والمحن عن عبادك، اللهم ادفع عن البلاد والعباد الشرور والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن.